فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وما حكم زيارة غار حراء من أجل النظر فقط والمشاهدة له؟ لا داعي لهذا، ما كان الرسول يذهب إليه بعد البعثة، ذهب إليه قبل البعثة لحاجة فقط، لأجل يختفي عن المشركين، تفرغ للعبادة، ولم يكن يذهب إليه بعد البعثة لزوال الحاجة، فلا يذهب إليه. ولا حاجة إلى أنك تصعد جبل مرتفع تنقطع، بعضهم يموت في أثناء الصعود، فلا داعي لهذا، ما كلفك الله بهذا. نعم. وإذا رحت راحوا الناس معك وقالوا زاروا فلان وفتحت باب للناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.